بالراحه بالراحه يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ شمال شمال. وطوا ديك على ديك فقدنا قيمة كبيرة اسمها حمدي أحمد، قيمة وطنية وقيمة فنية وقيمة أخلاقية، ظل دائما يتواصل مع الناس وكان دائما يذهب إلى بلده، وعندما ذهبت معه إلى المنشاة رأيت كيف يحبه الناس وكيف يقدره الناس، لأنه لم ينسى أنه ابن الأرض، ابن الصعيد، ابن المنطقة التي يدرك تماما أنها تعاني من مشاكل الفقر ومشاكل نقص الخدمات.